في تم اطلاق المبادره انه في حاله السداد تكلفه التحويل بنظام الكاش بالنسبه للمواطنين، بعض المواطنين بيفضلوا نظام الكاش. هنديهم هديه عباره عن بونات تموين باكثر من 3300 جنيه. فيما يتعلق بالتقسيط على مده سنتين بدون فوائد، ودي برضك موجوده. واللي عايز يقسط على مدار سنه في برضك بياخد هديه بونات بحوالي 2000 جنيه. فاحنا عاملين عروض فيما يتعلق بالتحويل والتيسير على المواطنين عشان نقدر المواطن يستغل البنية الأساسية اللي اتعملت وانفقت عليها الدولة وقطاع البترول مبالغ ضخمة فيما يتعلق بالمحطات، فيما يتعلق بمراكز التحويل. واحنا دلوقتي عارفين ان احنا عندنا دلوقتي الخبرات الكافية اللي هذا المشروع بيشتغل من سنة 96 في مصر، وبالتالي احنا العاملين في هذا المجال اصبحوا خبراء في هذا الموضوع. والتحويل ما بياخدش اكتر من 3-4 ساعات، بيتم تحويل العربيه من وقود بنزين الى غاز طبيعي. وبعدين هو بيبقى وقود ثنائي، يعني البنزين بيبقى موجود بيبقى سويتش والغاز موجود من خلال السويتش. بيتم يعني نفترض ان السائق العربيه بتاعته مثلا الغاز خلص في وقت المحطات لسه اقرب محطه لسه قدامها مثلا كيلو او اثنين او ثلاثه، يقدر يحوله مباشره للبنزين، وبالتالي ما فيش اي عقبات قدام استخدام الغاز في السيارات او خد. بالاضافه ان الرقم الاوكتيني بتاع الغاز الطبيعي اعلى بكثيرا من ال 95. كلها مزايا للمواطنين، يجب ان احنا هم يستغلوا هذه الامكانيات الموجوده في مصر دلوقتي ويستخدموا الغاز كوقود للسيارات. وده هيبقى ليه برضك عاملين، عامل بيه وعامل بالنسبه للدوله، هيوفر الغاز البنزين والسولار اللي بيتم استيراد جزء منه من الخارج، وبالتالي انت بتوفر العمله الصعبه بتاعتك، في نفس الوقت بتعمل توازن ما بين الوقود اللي هو البنزين والسولار اللي هو المنتجات البترولية السائلة والغاز الطبيعي. فكل دي كلها مزايا لتأمين مصادر الطاقة في مصر. طيب يعني برضو يمكن عندي سؤال أخير، احنا دلوقتي بنقسط على سنة وسنتين بس ولا عندي مدة تقسيط أولى أعلى؟ لا هو في حضرتك بنقسط على سنة ونص أو سنة أو سنتين.